السلام عليكم طلاب. عفوا، طبعا هذا هو الهاف أدر اللي نفذناه باستخدام البوابتين منطقية لإكسور جيت. أنا نزلت لكم قبل شوية محاضرة عن استخدام الهاف أدر without using XOR gate. استعملنا two AND gates, one OR gate والكاري AND gate، يعني صاروا كلهم تقريبا أربع بوابات منطقية ويا اثنين نوت صاروا ست بوابات منطقية. ست بوابات منطقية، شوفوا الفرق، وين أستعمل ستة وين أستعمل اثنين. استعمل اثنين. طبعا هسه راح أجي أشرح لكم السبتراكتر. السبتراكتر مثل ما تعرفون، مثل ما انطيتكم إياه بالمحاضرة السابقة، هو شنو؟ هو عبارة عن XOR، خلي أطلع لكم إياه، هو عبارة عن XOR gate و AND gate، لكن الفرق إنه الأي هي complement بالاعتماد على هذا، A complement AND B، فهو يشبه الهاف أدر نفسه، لكن شنو؟ مجرد أخلي نوت، وين الأي؟ هذا الأي هياته. صارت مشكلة، صارت بالبي. دقيقة بس خلي أعدلكم إياها. النوت للأي تتخلى مو للبي. اوكي طلع، خلي اعدل هذا ايضا. اوكي حسان، ايش سويت؟ الاي كومبلمنت اللي هو هذا، الاي كومبلمنت يدخل على الدي، والاي يدخل على الاكس اور، كذلك البي يدخل على الاكس اور ويدخل على الدي. هسه من نجي ننفذ، هسه بوث اي اند بي هما شنو؟ هما صفر. هسه من اجي اطرح، واحد ناقص صفر، واحد صفر ناقص صفر صفر، واحد ناقص واحد صفر، كل هاي الحالات البرو صفر. هسه من أجي أريد أطرح صفر ناقص واحد، إيش راح يصير عندي؟ المفروض أني أجي، خلي بس أحول الأي صفر. دقيقة طلاب، ثواني بس خلي أعيد التنفيذ. أوكي هسا عندي واحد ناقص صفر واحد والبرو صفر. هسا من أجي أطرح صفر ناقص واحد، ال difference حيكون واحد والبرو واحد. أوكي الدفرنس واحد والبرو واحد. هذا هو السبتراكتر، تمام. اوكي طفي الدائرة. هذا الهاف سبتراكتر يشبه الهاف أدر، مجرد انه الاي تدخل على الاند كومبلمنت. هذا هو تنفيذ الهاف سبتراكتر. شكرا طلاب.